بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة في أشواط صباح هذا اليوم. نصل نحن وإياكم إلى انطلاقات وتحديات أشواط الإنتاج. شوطنا اللي هو 18 انطلق قبل لحظات، شوط خاص بالقعدان اللقاية المحليات لأتابع هذه الأسماء ولينطلق مع هذه الشعارات. والمركز الأول في هذه الأثناء أتابع انطلاقة الصدارة في هذه التحديات، ومرضي زاهر بسالم بسعيد الجحافي على المركز الأول يتقدم بصدارة الشوط مع مرضي. المركز الثاني أجد في هذه اللحظات انطلاقة معاند عوض بن محمد بن سعيد العفاري على المركز الثاني يتحرك وينطلق بمعاند. المركز الثالث أجد في هذه اللحظات انطلاقة مياس فالح بن دنان بن فالح الشامسي على المركز الثالث بمياس. والمركز الرابع وجودي وانطلاقة عزام عمر بن سهيل بن محمد بن حطم العامري على المركز الرابع. المركز الخامس شوف التحدي والانطلاق، الشميمي قادم، سالم بن عويضة بن سهيل الخيالي والهجوم في هذه الأثناء. والانطلاق من سرمد عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري قادم وبكل قوة، وكذلك الوصول من هملول عامر بن محمد بن زايد المنصوري يتقدم كذلك، والآخر بشعاره ويصل بينما. شوف هذا الشعار القادم وبكل قوة يتقدم، شعار ممثل المدام بانطلاقاته وبحضوره الكبير منذ بداية الموسم. الوافق هو القادم، عبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي يهاجم المراكز الأولى، يتقدم بانطلاقته هذا الشعار وبحضور شعار موفقة، شعار الأسماء الكبير التي قدمها هذا الشعار في هذا اليوم. ثلاثة نقاط حصد هذا الشعار هاتريك، ويبحث عن السوبر هاتريك. بينما القدوم من شعار المجازف من الجانب الأيمن يتقدم بانطلاقتي مشغل ومحمد بن عتيق بن زيتون المهير. ياهي أسماء، ياهي معركة طاحنة ما بين هذه الشعارات. المركز التاسع نجد سالم بن عوض بن سليمان الصيعري، وأتابع كذلك القدوم على المركز العاشر من المرعب حمد بن محمد بن مبارك المهيري. هذه 10 أسماء، هذه 10 شعارات، هذه 10 تحديات على المراكز العشر الأولى. ياهي من أسماء، ياهي من شعارات قوية وخطيرة ولها حضورها دائما وأبدا، ولكن لمن الفوز يا ترى؟ لمن الانتصار يا ترى؟ المقدمة والمركز الأول معاند على المركز الأول. عوض بن محمد بن سعيد العفاري يتحرك بالمركز الأول، ينطلق بشعاره راعي معاند على المقدمة وعلى الصدارة. يا سلامي عليك يا راعي معاند. المركز الثاني عامر بن محمد بن زايد المنصوري يهاجم بهملول بهذا الشعار الكبير. المركز الثالث بن كليب، بن كليب وما أدراك ما بن كليب، وما أدراك ما انطلاقات بن كليب في هذا الموسم يشكل الخطر على الجميع، على الجميع. هذا الشعار يهدد الجميع بالانطلاقات المميزة. شعار بن كليب ينطلق بالوافق عبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي. المركز الرابع بن دنان يقدم لنا مياس فالح بن دنان بن فالح الشامسي، يتقدم راعي مياس يهاجم الصدارة والمراكز الأمامية. المركز الخامس القدوم من ربدان محمد بن سهيل بن يطبع العامري، حضر بانطلاقته وبحضور ربدان، ولكن وين الانطلاق الأول؟ وين الصدارة؟ عامر بن محمد بن زايد المنصوري يتقدم بالكيلومتر الأخير مع حملول وبن دنان على
المركز الثاني بمن يوس، فالح بن دنان بن فالح الشامسي المركز الثالث من كليب، يتقدم بالوفق عبد العزيز بن سيف وبن دبي على المركز الرابع، يتحرك بمعاند ولكن هملول 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 على المركز الاول، هملول على صدارة الشوط، راعي شدايد يتحرك بهملول، ينطلق بهملول، عامر بن محمد بن زايد المنصوري ينطلق بالمركز الاول، ولكن بن دنان مع مياس فالح بن دنان بن فالح الشامسي، الشامسي والوفق بن كليب من الجانب الايمن، الوفق الوفق الوفق، السوبر هاتريك املي بن دنان، كلام اخر مع اللحظات الاخيره، ولكن بن كليب بدهاي الكبار اتقدم بالوفق، ولكن بن دنان مياس الوفق مياس، الله 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 الله، ولكن لمن الفوز؟ يا سلام على هذا التحدي ما بين بن كليب وما بين بن دنان والدخول الجماعي. بنترك عدل الخطوة التحكيم، المركز الثالث عامر بن محمد بن زايد المنصوري مع حملول، المركز الرابع كانت لحظة وصول نجد سالم بن عوض بن سليمان الصعري، المركز الخامس كان معاند عوض بن محمد بن سعيد بن دبي العفاري. هذه النتيجة، هذه الأسماء للمراكز الخمس الأولى، ولكن شوف اللحظات الأخيرة ما بين الوفق وما بين مياس، ما بين مياس والوفق، ولكن المركز الأول بن كليب السوبر هاتريك مع هذا الشعار في هذا الصباح، 7:27، 4 أجزاء من الثانية، يواصل إبداعاته بن كليب. والنقطة الرابعة في صباح هذا اليوم مع الوفق، ما زال يتواصل بعطائه، هذا الشعار الكبير، سلام يا المدام، سلام سلام بن كليب، سلام على هذا الهوز. المركز الثاني 7:27، 5 أجزاء من الثانية، مشكور والله يا بن دنان مشكور، قدمت مستوى كبير مع مياس فالح بن دنان بن فالح الشامسي، سلام يا والله عليك يا بن دنان على هذا المستوى الكبير. المركز الثالث 7:28، 7 أجزاء من الثانية، اللي كان على المركز الثالث لحظة وصوله هو هملول عامر بن محمد بن زايد المنصوري، ثاني الناموس للجميع.